السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. إذا كان الشخص مرهقا من السفر أو نحوه فهل له عذر لترك الصلاة في جماعة؟ إذا ذهب للجماعة ما يتقن الصلاة من الإرهاق والنوم، نعم يرخص له ترك الجماعة، يصلي في بيته، ينام، يرتاح، لأن هذا عذر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.